وحده هذا النورس استطاع النجاة من قتلة الطيور ليخبر بني جنسه بإجرام البشر. فبعد غزوة الأحد الدامي عثر عليه مصاباً بجناحه عاجزاً عن الطيران. الجديد تمكنت من إنقاذه وأخذه إلى طبيب بيطري لمعالجته. بالمبدأ مثل ما بين مخلوع الجانية، هلأ بدنا نعمله فحوصات نشوف وين مزبوط صايرة المشكلة، بس ما مبين فيه كسر، فمتأملين أنه تكون قصته يعني مؤقتة ويرجع يقدر يطير. هلا العلاج رح يكون شوي صعب اول فتره، لان احنا بدنا نطعميه بايدنا، ما رح ياكل لوحده، بدنا نبلعه الاكل بالقوه، ورح ياخذ ادويه الوجع اجمالا. هيدي اول فتره بنعطيها، لكن رجع بلش ياكل لوحده، يعني لما يبلش ياكل لوحده اجمالا هي اشاره منيحه لنا. الهجره الجايه لحتى يطير، فبدي اقضيها هلا هون للموسم الجاي، بعدين يرجع يطير. هذا بيجوا بالهجره بسموه الخط البحري، بالهجره بيجوا خط البحر فتره الهجره، روحه ورجعه، بيرجع بروحه. سيتعافى هذا الطائر قريباً ليحلق بعيداً من بلد يأكل فيه الحوت الكبير النورس الصغير.